إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل عبد الجواد شندي. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة، وننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة وعبر أثير الإذاعة المصرية صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. أيها الأحباب، في يوم طيب مبارك يطيب لنا اللقاء في فجر يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس. فيوم الجمعة هو في الدنيا لأهل الإيمان يوم عيد، ويدعى بين أهل الجنة يوم المزيد. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة سوقا يأتونها كل جمعة، فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم، فيزدادون حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم حسنا وجمالا. فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. أيها الأحباب، في ليلة الجمعة الغراء وفي يوم الجمعة المبارك يستحب الإكثار من الصلاة والسلام على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا أمير الأنبياء ويا آخر إشراق الأرض من وحي السماء. أهدي النبي تحيتي وسلامي، وأبثه شوقي وفرط هيامي، وأكاد من شوقي أطير لطيبة حتى أقبل موطئ الأقدام، لأنال من حب النبي مكانة علياء مشرقة على الأيام. أيها الأحباب، وخير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر آيات بينات من الذكر الحكيم. هذه تلاوة مباركة تبدأ من الآية 22 من سورة لقمان، يتلوها علينا القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة
الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره. إلينا مرجعهم فننبئهم بما إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماء لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده
والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأنما يدعون من دونه الباطل وأنما يدعون من
ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن بالله الغرور
يدبر الأمر من السماء
يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. أحسن كل شيء خلقه قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق كذا. إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى فيض تلاوة قرآنية مباركة من آية الذكر الحكيم من سورتي لقمان والسجدة، تلاها علينا القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني، وكانت خير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر، والذي ننقله إلى أسماع حضراتكم على الهواء مباشرة عبر أثير الإذاعة المصرية من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة. أيها الأحباب، في الأيام القليلة الماضية فرغ إخوانكم حجاج بيت الله من أداء فريضة الحج، وتوجه عدد غفير منهم صوب المدينة المنورة في زيارة حبيبة إلى قلوبهم، يسعدون بروض حبيبنا المصطفى في تلك المدينة الطيبة الطاهرة العذبة الجميلة العاطرة، دار الحبيب محمد أهواها،
إذ طالما وطئ الحبيب ثراها، هي طيبة طابت بهجرة أحمد، لما أتاها نوره جلاها، كم ذا تمنيت البقاء على المدى في أرض طيبة والنبي شذاها. هل يأتي لي يوم أموت بأرضها؟ هل يأتي لي يوم أموت بأرضها؟ يا رب حقق للنفوس مناها، هي أرض إسعاد القلوب محبة، الله جمل ليلها وضحاها، النور في أرض المدينة مشرق، مذ جاءها طه النبي هداها. يا أرض أنصار النبي تحية، كم ذا أعانق سهلها ورباها، أرض المدينة بغيتي منذ الصبا، أرض المدينة ما أجل ثراها. أيها الأحباب، وحتى يأذن الله عز وجل بميلاد فجر يوم جديد، نبقى الآن مع هذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية، يقدمها لنا المبتهل الشيخ محمود علي عوض الله. لا إله إلا الله، سيدنا محمد الرسول، صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا، عفوك ورضاك يا العباد
فيها الصلاة على النبي وآله فيها الصلاة على وبها تفتح للسماء أبوابها في ساعة الإسعاد والقربات فإذا حضرت لجمعة فيها الرضا فإذا حضرت لجمعة فيها الرضا أنصت لذكر فإذا حضرت لجمعة فيها الرضا أنصت لذكر الله بالصلوات أشغل فؤادك في سؤال مليكنا أشغل فؤادك في سؤال مليكنا فهو الحكيم وواهب التوبة ولمن سعى نحو الصلاة إجابة فارفع يديك لسامع الدعوات واسأل إلهك أن يصون بلادنا فهو المجيب وصاحب الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا شفيعي الصلاة والسلام عليك والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا ينسابك الطهر يدعو إلى الذكر والفوز والأجر. يا قومنا هبوا ناداكم الرب لب الندى لب. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام رفع نداء الحق وأذن بصلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. رفع النداء بصلاة فجر يوم الجمعة. رفع النداء المبتهل الشيخ محمود علي عوض الله بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية. إخوة الإيمان والإسلام، المدينة المنورة التي يسعد هذه الأيام جمع غفير من المؤمنين بزيارتها هي أطيب بقاع الأرض وأحلاها وأجملها وأزكاها، فقد طابت وزكت وعلت بساكنها عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولقد كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يحب تلك المدينة حبا جما،
وروي أنه صلى الله عليه وسلم عند هجرته من مكة المكرمة وكان يحبها حبا جما قال: اللهم إنك قد أخرجتني من أحب بلاد الله إلي فأسكني أحب البلاد إليك. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد حبا. ودعا صلى الله عليه وسلم لتلك المدينة بالبركة والنماء: اللهم بارك في صاعها ومدها. وقال عنها صلى الله عليه وسلم: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. والذي يذهب إلى المدينة يتملكه شعور بالجمال والشوق والحنين إلى تلك الأرض المباركة. والصلاة في المسجد النبوي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ويسعد الزائر لتلك المدينة بإلقاء السلام على حبيبنا صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر، ويزورون البقيع للسلام على الصحابة، ويسعدون بكل معلم من معالم تلك المدينة. اللهم ارزقنا زيارة حبيبة إلى قلوبنا لبيتك المكرم ونبيك المعظم صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، صلاة الفجر لهذا اليوم سيؤمنا فيها بمشيئة الله فضيلة الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني، وأرى إخوانكم المصلين هنا في مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة، أراهم وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا ليستمعوا إلى تلاوة مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء في أي صورة
كلا بل تكذبون بالدين وإن يرحمكم الله. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. الله أكبر. الله أكبر. يا الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاء حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. لك الحمد ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت بارك اللهم لنا فيما أعطيت قنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعد المسلمين إلى دينك وردهم ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين المخلصين المخلصين. واجعلنا من أوليائك وأحبابك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا يا رحمن يا رحيم.
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. اللهم تقبل صلاتنا وركوعنا وسجودنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اجعل أفضل صلواتك وتسليماتك على إمام الهدى وقائد الخير نبينا وحبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، قضيت على خير صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، والتي نقلناها إلى أسماع حضراتكم على الهواء مباشرة عبر أثير الإذاعة المصرية من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة. كان معنا قارئا وإماما في الصلاة القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني، وكان معنا مبتهلا المبتهل الشيخ محمود علي عوض الله. أيها الأحباب، تقبلوا أطيب تحيات زميلي مهندس الصوت الزميل محمد الورداني والزميل جمال أسعد من أسرة الإذاعة الخارجية، وتقبلوا أطيب تحيات الزميل سلامة رشدي محمد من أسرة التخطيط الديني، وتقبلوا تحيات الزملاء في غرفة المراقبة الرئيسية مهندس سامي سليم، مهندس تامر عبد الغني، مهندس هاني سليمان، وتقبلوا أطيب تحيات محدثكم عبد الجواد شندي من أسرة المذيعين. الآن يعود الميكروفون إلى استديوهاتنا هنا في مبنى الإذاعة والتلفزيون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الجمعة الموافق 16 من شهر ذي الحجة من عام 1443 من الهجرة، الموافق 15 من شهر يوليو من عام 2022 من الميلاد.